أعطى الملك محمد السادس تعليماته السامية لنشر وسائل الطب العسكري من خلال تعزيز الهياكل الطبية المخصصة لتدبير وباء كورونا. وأوضح بلاغ للديوان الملكي اليوم الأحد أن تتم هذه العملية من خلال الأطباء والأطباء المساعدين المنتمين للجيش الملكي ابتداء من اليوم الاثنين 23 مارس. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عبر بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 115 حالة.